بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب دخول مكة وغيره، أي دخولها للقادم للقادم إليها. من أين يدخل؟ يدخل من أي مكان، يجوز أنه يدخل من أي جهة، ولكن من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يدخل من المكان الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الاستحباب. وأما الجواز فيجوز أن يدخل مكة من أي جهة، لا سيما إذا كان هذا أيسر له، ولا سيما في وقتنا الحاضر فيه الزحمات في السيارات، فإن هذا يصعب أنه يخصص مدخل. لكن من أين تيسر له الدخول يدخل. وأيضا المرور له تنظيم، له ما يسمح أنك تدخل من ما تريد. فالحمد لله الأمر واسع في هذا، الأمر في هذا واسع. قوله وغيره، غيره من الأحكام لمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا، فماذا يصنع أول ما يقدم؟ نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل دخل. أعد الحديث. أحسن الله إليك. عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، نعم، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، عام فتح مكة، لما غزا صلى الله عليه وسلم قريشا في السنة الثامنة من الهجرة، ومعه الجيوش الجرارة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من المسلمين، كان معه ما يزيد على 10,000 مقاتل مدججون بالسلاح. فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم قبل 8 سنوات خرج مختفيا، خرج مختفيا واختفى في الغار هو وصاحبه من أذى الكفار ومن حالة الضعف التي كان فيها المسلمون آنذاك، وما هي إلا مدة وجيزة حتى عاد إليها بهذه القوة الهائلة. وهذا نصر الله جل وعلا، وهذا الفرج يأتي بعد الكرب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله، هذا نصر، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومعه الجيوش إلى مكة المشرفة فاتحا، دخلها من أعلاها من كدأ، من ثنية كدأ، والثنية هي الطريق بين الجبلين، وهو اللي يسمى الآن ريع الحجون، يسمى الآن ريع الحجون، لأنه صلى الله عليه وسلم قادم من جهة الشمال من جهة المدينة، فصعدوا هذا الجبل ونزلوا على الأبطح، على الحجون، وهي الأبطح عند المقبرة، مقبرة الحجون. فهذا معنى قوله دخل مكة من أعلاها، من كدا بفتح الكاف، وأما كدا بضم الكاف المراد به المخرج الذي في أسفل مكة من الشبيكة، يسمى باب الشبيكة، أو نعم هذا يسمى كدا، وهذا يخرج منه المسافر من مكة. ولهذا يقول العلماء افتح وادخل يعني كدا، واضمم واخرج أي من كدا. هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك، والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يأتي الكعبة من وجهها، مما يلي الباب، إذا جاء من كدا من المعلات فإنه يأتي الكعبة من وجهها، هذا هو الحكمة والله أعلم في كونه يدخل من أعلى مكة. وقيل الحكمة أنه تظهر قوة المسلمين أمام قريش، فكان هذا فيه استعراض عسكري لرهاب العدو، الله أعلم. ولكن الذي يظهر أنه لأجل أن يأتي الكعبة من وجهها، من الباب، من جهة الحجر ومقام إبراهيم، من هذه الجهة، وعلى رأسه المغفر. المغفر هو القناع الذي يكون على الرأس من الحديد، وقاية للرأس من السلاح، قناع من الحديد يكون يغطى به الرأس، غطى به الرأس، وهو من الدرع، من الدرع، الدرع ينسج من الحلق ويكون فيه غطاء للرأس، يسمى المغفر، من الغفر وهو الستر، لأنه يستر الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها متقنعاً بالمغفر للوقاية من السلاح. فهذا الحديث فيه فوائد، أولاً فيه مشروعية دخول مكة من أعلاها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر هذا، ويدخل المسجد الحرام من الجهة الشرقية، يقولون من باب بني شيبة، هذا هو الأفضل، ولأن هذا أيسر لمن يريد الطواف أيضا، أيسر له. فالدخول من أعلى مكة والدخول الحرم من الباب الشرقي يكون أيسر لمن يريد الطواف. ثانيا في الحديث جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم، وقوله على رأسه المغفر هذا لبيان أنه غير محرم، فيجوز للإنسان أنه يدخل مكة بدون إحرام إذا كان لا يريد الحج ولا يريد العمرة. وكذلك الذي يتكرر دخوله مثل الحطاب والبريد، والذي يتكرر دخوله إلى مكة هو بلازم كل ما يجي يحرم، في مشقة عليه، فيدخل بدون إحرام. وفي قوله لما وضع المغفر عن رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني انتهت المهمة، فتح الله عليه مكة
واستسلمت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم نزع المغفر لأنه زال الحاجة إليه، نزع المغفر عن رأسه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على أن المغفر والسلاح وإنما يتخذ وقت الحاجة، ما في غير وقت الحاجة فإنه ينزع. ولما نزع المغفر قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا شاعر، وكان قد أسلم ثم ارتد وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل جاريتين له تغنيان بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فتغلظت ردته، تغلظت ردته، وهو متعلق بأستار الكعبة بزعمه أن هذا ينجيه من الطلب، يظن أنه إذا تعلق بأستار الكعبة أن هذا يؤمنه من الطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقتلوه. فهذا فيه دليل على قتل من تغلظت ردته ولا يستتاب، بل يقتل. وفيه دليل على مشروعية إخبار ولي الأمر بالمفسد الذي يريد أن يضر المسلمين ويكيد للمسلمين، أن ولي الأمر يخبر به حتى يقضي عليه ويريح المسلمين من شره، وليس هذا من التجسس أو الغيبة أو النميمة، وإنما هذا من درء المفاسد ودرء الخطر عن المسلمين. نعم. صلى الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدى، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذا مثل الحديث الذي قبله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، من ثنية كدى، والثنية هي الطريق بين الجبلين، يسمى الآن ريع الحجون، المطل على المعلات على الأبطح، هذا هو كدى وريع الحجون. وخرج من أسفلها، من كدى، من ثنية كدى. فهذا فيه دليل على أن الدخول يكون من أعلاها والخروج يكون من أسفلها إذا تيسر هذا، وإذا لم يتيسر فإنه يخرج ويدخل من أي مكان تيسر له، لا سيما وأن الآن مثل ما ذكرنا لكم أن نظام المرور ما يسمح للناس أنهم يروحون مع أي طريق يريدونه، إنما ينظمون المرور لأجل تلافي الأخطار وانسياب الحركة، فلا بد من التقيد بهذا الأمر. نعم. أحسن الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد. فيه كدى وفيه كدى وفيه كدي بالتصغير، فيه كدي بالتصغير، وكل الأسماء هذه موجودة الآن. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح، هو وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن طلحة
سادن الكعبة، عثمان بن طلحة بن شيبة الشيبي من بني عبد الدار، وهم سدنة الكعبة في قبل الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهم السدنة للكعبة. فأمر عبد الله، أمر عثمان ففتح له الكعبة، ودخل صلى الله عليه وسلم هو وبلال ومعهما عثمان، دخل الكعبة من أجل أن يزيل ما فيها من آثار الجاهلية، أن كان فيها صور وكان فيها، فأزال ما فيها من الصور وغسلها بماء زمزم ونظفها وكبر الله في نواحيها، ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون في المسجد الحرام وخطب خطبته البليغة، والناس تحته وهو متعلق أو مستند على باب الكعبة. فهذا الحديث فيه مشروعية دخول الكعبة لمن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من تيسر له أن يدخل الكعبة ويصلي فيها ركعتين فإن هذا سنة، هذا في السنة. أما الفريضة فلا تصلى داخل الكعبة وإنما تصلى خارجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريضة إنما صلى نافلة، فيستحب صلاة النافلة في داخل الكعبة. ومن لم يتيسر له دخول الكعبة الحجر من الكعبة، المحوط شمالي الكعبة هذا من الكعبة، فبإمكانه أنه يصلي في الحجر تحت الميزاب ويكون قد صلى في الكعبة، وهذا متيسر والحمد لله. قال فكان ابن عمر لما فتحوا الباب، من حرص ابن عمر رضي الله عنه على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حرصه على الخير، كان أول من دخل وسأل بلالا رضي الله عنه هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له نعم صلى بين العمودين اليمانيين. الكعبة على أربعة أعمدة، على أربعة أعمدة، عمودين في غربيها وعمودين في شرقيها مما يلي الباب. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين يعني الجنوبيين مما يلي اليمن، العمود الخلفي والعمود الأمامي، صلى بينهما صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يصلي في هذا المكان، من دخل الكعبة يستحب أنه يصلي بين العمودين اليمانيين إذا تمكن من ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتمكن فالحجر صلي فيه قد صلى في الكعبة. نعم. أحسن الله إليك. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود. في الحديث مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر بادر إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحجر الأسود معروف، وهو من شعائر الله عز وجل، من شعائر الله، وهو ملصق بركن الكعبة الجنوبي الشرقي، ومنه يبدأ الطواف، من حذاء الحجر يبدأ الطواف، يبتدي الشوط وينتهي الشوط به، فالطواف يبدأ به في الأشواط وفي النهاية وينتهي به، هذا هو الحجر الأسود. وتقبيله
واستلامه سنة في بداية الطواف وفي جميع الأشواط، في جميع الأشواط تقبيله واستلامه باليد، يعني استلام المسح، يعني يمسحه بيده ويقبله، هذا سنة في كل شوط إذا تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر تقبيله فيكتفي بالاستلام بأن يمسحه بيده، يمد يده ويمسح الحجر ويقبل يده، يقبل يده. فإن لم يتيسر له أن يستلمه بيده لا بأس أنه يستلمه بعصا أو بشيء بيده يمسحه به ويقبله، يقبل ما استلمه به. فإذا لم يتيسر هذا ولا ذاك فإنه يشير إليه، إذا حاذاه يشير إليه ويكبر ولا يقبل ما أشار به إليه. هذا هو ما يشرع في الحجر، الحجر الأسود، وهو من شعائر الله عز وجل. عمر رضي الله عنه خشي أن بعض الجهال يعتقدون أن الحجر له خاصية من ناحية التبرك أو دفع الشر أو جلب الخير، خشية لأن الناس حدث عهد بالجاهلية يعظمون الأحجار، فأراد أن يزيل هذا التوهم رضي الله عنه أن المسألة ليست مسألة تبرك بالحجر أو أن الحجر ينفع أو يضر، وإنما المشروع الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نقبله لا من أجل التبرك أو أنه ينفع أو يضر، وإنما نقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا بالاقتداء به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحن نقبله ونستلمه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعبادة لله عز وجل، ليس عبادة للحجر. الله أمرنا بذلك على لسان نبيه، كما أمرنا أن نطوف بالبيت، كما أمرنا أن نقف بعرفة، وأمرنا أن نبيت بالمزدلفة، وأمرنا أن نبيت في منى ونرمي الجمار. كل هذا عبادة لله عز وجل، هم من أجل تبرك بهذه الأماكن أو أنها تنفع أو تضر، وإنما هي أمكنة للعبادة، مشاعر أمكنة للعبادة نعبد الله فيها، لأن الله أمرنا بذلك. المسألة مسألة عبادة لله واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بي فيما أفعل من المناسك، افعلوا مثل فعلي. فهذا الذي أراده عمر رضي الله عنه، إزالة ما كانت تعتقده الجاهلية من التبرك بالأحجار، تبرك بالأحجار. ومثله الكعبة المشرفة، نحن لا نعبد الكعبة أو نريد منها النفع أو الضر، وإنما لأنها مكان عبادة، مسجد، مسجد لله عز وجل، نعبد الله حولها، نستقبلها ونطوف بها ونصلي عندها تعبدا لله عز وجل. فالمعبود هو الله جل وعلا، وإنما الكعبة مكان للعبادة، بيت الله عز وجل، حيث أمرنا الله بذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود. لماذا بدأ بالطائفين قبل الصلاة؟ لأن الطواف من خواص البيت، وأما الصلاة يصلي الإنسان في أي مكان من الأرض، فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالصلاة والاعتكاف يشرعان في أي مكان من الأرض، أما الطواف
ولا يجوز إلا بالبيت العتيق، لا يجوز الطواف بالقبور والأضرحة والأشجار والأحجار، هذا من أفعال الجاهلية. وكذلك في قول عمر رضي الله عنه إشارة إلى أنه لا تقبل الأحجار إلا ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أي حجر في الأرض لا يقبل، فلا تقبل الأحجار ولا الأضرحة ولا القبور ولا الشبابيك التي على القبور أو الحجرة النبوية أو غير ذلك، هذا لا يشرع، بل هو من البدع ومن الشركيات، فلا يقبل إلا الحجر الأسود على وجه الأرض، لا يقبل إلا الحجر الأسود، لأنه هو الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل غيره على وجه الأرض. هذا هو السر في قول عمر. كلمة عمر هذه عظيمة جدا، وهي من فقهه رضي الله عنه، وهو الرجل المحدث، الرجل الذي له موافقات مع ربه عز وجل، قال أقوالا فنزل القرآن بتصديقها موافقا لقول عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه له من الفطنة والفقه والحذق ما ليس لغيره رضي الله عنه، لذلك قال هذه الكلمة العظيمة التي تعطينا صفاء العقيدة، صيانة العقيدة، وأن الأمر اتباع وليس ابتداع ولا تعلق بالأحجار والأشجار، وإنما هو تعلق بالله عز وجل وعبادة لله عز وجل، هذا هو المطلوب. إني لأعلم أنك حجر، شوف حجر لا تنفع ولا تضر، هذا يرد على الجاهلية ومن شابهها من عباد الأضرحة، لا تنفع ولا تضر، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو لا يقبل لأنه حجر، وإنما يقبل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، فما لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستلمه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز لنا أن نحدث أشياء نتبرك بها ونتمسح بها ونقبلها ونقول هذه فيها بركة، هذه آثار الصالحين، هذه وثنيات، هذه الوثنيات والعياذ بالله. نعم، الدين اتباع وليس ابتداعا ولا رأيا لا يرجع فيه للعقول والاستحسانات أو النيات، مثل ما يقولون والله نيته طيبة اللي فعل هذا، ما قصد إلا الخير ونيته طيبة، نقول ما هي بالعبرة بالنية، العبرة النية لا تبرر الفعل، العبرة بالاتباع، هذه هي العبرة. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم، وهذا أيضا من ما يفعله القادم إلى مكة، الداخل إلى مكة حاجا أو معتمرا، أنه في طواف العمرة إذا كان متمتعا أو طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا، فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى إظهارا للقوة والجلد. والسبب في ذلك أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء التي بعد الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عام الحديبية هو وأصحابه معتمرين، فصدهم المشركون وحصل مداولات وكادت الحرب أن تثور، بالنهاية جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين المشركين على أن يرجع الرسول وأصحابه من هذا العام وأن يخلوا لهم البيت من العام القادم.
يخلوا لهم البيت من العام القادم يعتمرون مقاضاة للعمرة التي رجعوا عنها، وليس القضاء معناه قضاء العمرة الفائتة، وإنما هو من باب المقاضاة مع المشركين، ولذلك تسمى عمرة القضية وعمرة القضاء يعني المقاضاة. فلما علموا أن جاء موعد قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تحدث المشركون الذين يريدون احتقار المسلمين والتقليل من شأنهم كعادة الكفار في كل زمان ومكان، كفار يحتقرون المسلمين ويقللون من شأنهم دائما وأبدا. قالوا يقدم عليكم قوم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قد وهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب، والحمى مرض يصيب الناس بسبب بعض البقاع، وكانت المدينة مشهورة بالحمى، كانت مشهورة بالحمى في ذاك الوقت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بنقل حماها إلى الجحفة، لما هاجر إليها دعا صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة. قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، ويثرب هي المدينة، هذا اسمها في الجاهلية، اسمها في الجاهلية يثرب، قيل إنها سميت باسم الشخص الذي أسسها اسمه يثرب، سميت باسمه، هذا في الأصل اسم شخص، وقيل يثرب من التثريب وهو اللوم، يثرب من التثريب وهو اللوم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بيثرب، وإنما المشركون هم الذين يقولون يثرب، أو المنافقون، أو المنافقون يسمونها يثرب استنقاصا لها. وإذ قالت طائفة منهم، يعني من المنافقين، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هذا في غزوة الخندق، خذلون المسلمين، يا أهل يثرب، ما قالوا يا أهل المدينة، قالوا يا أهل يثرب، فلا يسميها يثرب إلا الكفار أو المنافقون، أما المسلمون فيسمونها المدينة النبوية، المدينة النبوية أو دار الهجرة، يسمونها دار الهجرة أو المدينة النبوية أو طيبة، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة أو طابة، فيسمونها بهذه الأسماء، دار الهجرة، المدينة النبوية، طيبة، طابة، ولا يسمونها بيثرب، سمونها الآن المدينة المنورة، والمنورة هذا اسم محدث، اسم محدث، سمى المدينة النبوية لأنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن من تسميتها المنورة. قالوا يقدم عليكم غدا قوم وهنتهم حمى يثرب، فاجتمع المشركون من الناحية الشمالية من الكعبة، اجتمعوا ينظرون لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الحرم، يشوفون هالمرضى، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بهذه المقالة، فأمر أصحابه أن يظهروا القوة والجلد حتى يغيظوا الكفار، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة حتى يغيظوا الكفار. فلما رأوهم الكفار يرملون قالوا هؤلاء أقوى من الغزلان، لما رأوهم يرملون قالوا هؤلاء أقوى من الغزلان، فإن انتفى كيدهم أبطل الله كيدهم، فكانوا يرملون ما بين الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، من الطواف الأول، إما طواف عمرة أو طواف قدوم، من الطواف الأول لأجل إغاظة المشركين، وكانوا يمشون بين الركنين اليمانيين لأنهم يغيبون عن الكفار في الجهة الجنوبية، يغيبون عن أنظار الكفار فلا يرونهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد الرفق بهم فسمح لهم بالمشي بين الركنين لما صاروا يغيبون عن أنظار الكفار. هذا هو أصل الرمل، أنه لإغاظة المشركين ودفع مقالتهم. ف
فبقي سنة في الطواف إلى أن تقوم الساعة، تذكرا لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإبقاء على هذا العمل الجليل، وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقي الرمل إلى أن تقوم الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رملوا في حجة الوداع، رملوا في حجة الوداع، فدل على استمرار الرمل وأنه لم ينقطع بعمرة القضاء وإنما هو مستمر. روي أنهم رملوا من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع، وروي أنهم رملوا ما بين، مشوا ما بين الركنين كما في عمرة القضاء على روايتين. فهذا فيه الخلاف، هل الرمل من الحجر إلى الحجر أو هو إلى ما بين الركنين اليمانيين، إلى ما بين الركنين اليمانيين. على كل حال هو سنة، حتى لو ما رمل فطوافه صحيح، لكن إذا رمل فهو أكمل للطواف، فهو من مكملات الطواف المستحبة، من مكملات الطواف المستحبة. أما في طواف الإفاضة وطواف التطوع وطواف الوداع فلا يشرع الرمل، إنما هذا في الطواف الأول حينما يقدم المعتمر أو الحاج، فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة. وأما الأربعة الباقية فإنهم يمشون. قال الراوي ما منعهم من الرمل في الأشواط الباقية إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق بهم، لأنهم لو رملوا كل سبعة الأشواط تعبهم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رفق بهم لأجل يبقي عليهم قوتهم، وحصل المقصود. لما رأوهم في الأشواط الثلاثة اندحروا وحصل المقصود. فهذا الحديث فيه أولا مشروعية الرمل في الطواف الأول حين يقدم الإنسان معتمرا أو حاجا، وأما في الأطوفة الباقية ليس فيها رمل. ثانيا في الحديث دليل على أن الرمل إنما هو في الأشواط الثلاثة الأول لا في الأربعة الباقية. ثالثا فيه أنه يمشي بين الركنين اليمانيين، يمشي بين الركنين اليمانيين. رابعا في الحديث مشروعية إظهار القوة، أن المسلمين يظهرون القوة أمام الأعداء ولا يظهرون الضعف، بل يظهرون القوة لإغاظتهم وإرهابهم، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ففيه أن المسلمين يرهبون العدو بإظهار القوة، بإظهار القوة وإعداد العدة، ولا يضعفون أمام العدو ويرون العدو ضعفهم. وأما الإرهاب المعروف الآن اللي هو العدوان، هذا لا يجوز لا على الكفار ولا على المسلمين. الإرهاب الذي هو الاعتداء هذا لا يجوز، حرام لا على الكفار ولا على المسلمين. قال جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإرهاب المعروف اللي هو التخريب اليوم وقتل المستأمنين والمعاهدين، هذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه مسلم. فلا يجوز الإرهاب المعروف الآن، هذا من فعل الجهال أو من فعل الأعداء للإسلام، وليس هو في مصلحة الإسلام ولا المسلمين، إنما المقصود الإرهاب الذي ليس فيه عدوان وإنما فيه إظهار قوة المسلمين، فيه إظهار قوة المسلمين من غير عدوان، هذا هو المطلوب. نعم. صلى الله عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة. نعم. رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة. نعم. إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. يطوف. إيه نعم شيخ. يعني يرمل، يرمل ثلاثة أشواط مثل الحديث الذي قبله. في هذا دليل على أن الرمل باقي، أن الرمل باقي إلى أن تقوم الساعة، ولم ينسخ، فهو باقي، وأنه يختص بالأشواط الأولى من الطواف، وأنه خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة حينما يقدم. قال حينما يقدم، يعني طواف الأول لعمرة أو لقدوم، فيرمل في هذا الطواف خاص، وأما بقية الأطوفة فلا يرمل فيه. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم. نعم، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى جواز الركوب للطائف إذا احتاج إليه لضعف أو لمرض أو لكبر، أنه يحمل إما على دابة أو على عربة أو يحمله شخص، يحمل يطوف محمولاً، لا بأس بذلك. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لبيان الجواز. والرسول صلى الله عليه وسلم فعله لما كثر الناس عليه وتزاحموا عليه، ركب صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه يركب عند الحاجة، يركب عند الحاجة، سواء كان مريضاً أو كبيراً أو ضعيفاً، أو كان له شأن يتزاحمون الناس عليه فيركب من أجل أن تنفك الزحمة حوله. وفيه دليل على دخول الدواب التي يؤكل لحمها في الحرم، وأن بولها وروثها طاهر، ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. وهذا الحديث من الأدلة على ذلك، لأنه لا بد أن البعير أنه يحصل منه بول في المطاف، يحصل منه روث، فدل على أن هذا جائز، أنه طاهر ولا يؤثر. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم. وفيه مسألة ثانية، مسألة الركوب هذه واحدة، مسألة أنه يستلم الركن إذا كان راكباً يستلمه بمحجن، لأنه لا يستطيع أن يمسه بيده، يستلمه بالمحجن، والمحجن هو عصا محنية الرأس، فإذا كان معه عصا أو سوط وهو راكب فإنه يستلمه بذلك بدل أن يمسه بيده. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركن، إلا الركنين اليمانيين. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم. هذا فيه أن الذي يستلم من البيت هو الركنان اليمانيان، الركن اليماني الغربي والركن اليماني الشرقي الذي فيه الحجر. أما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه عند الزحمة، إن تمكن من استلامه ومسحه بيده يفعل، وإن صار زحمة فإنه يمشي ولا يشير إليه، لأنه هذا لم يرد. وأما الحجر الأسود فإنه يستلم ويقبل ويشار إليه، كلا الثلاثة،
إن تمكن من تقبيله قبله، وإن لم يتمكن استلمه، وإن لم يتمكن من تقبيله واستلامه يشير إليه ولو من بعيد، إذا حاذاه يشير إليه. وأما الركنان الباقيان الشاميان فلا يستلمان ولا يقبلان. قالوا والحكمة والله أعلم أن الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فهما ليسا على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما بنت الكعبة بعد انهدامها قصرت فيها النفقة، احتطموا من الكعبة الجزء الشمالي وجعلوه باقيا فضاء، وبنوا دون قواعد إبراهيم، دون قواعد إبراهيم، فصار الحجر من الكعبة لم يبنى، وأحيط عليه بحائط كما هو معلوم الآن، أحيط عليه بحائط يحفظه لئلا يطوف الناس معه وهو من الكعبة، فلا يجوز اختراقه في الطواف، لأن من اخترقه لم يطوف بالكعبة. والله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فإذا اخترقه صار يطوف ببعض الكعبة، لذلك حوطوا عليه الجدار من أجل أن الطائفين لا يدخلون معه، من دخله أثناء الطواف لم يصح طوافه، لم يتم طوافه. وهذه مسألة يغفل عنها بعض الجهال، يدخلون مع الحجر في أثناء الطواف، هذا غلط. فبقي الحجر على وضعه، ولما استولى ابن الزبير رضي الله عنهما على مكة أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابين من الشرق والغرب كما كانت من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما استولى عبد الملك بن مروان على مكة بعد ابن الزبير أراد أن يعيد هدم الكعبة، هدم الحجاج واليه الحجاج هدم الكعبة وأعادها على بناء قريش، على بناء قريش، لأن هذا أمر سياسي ما هو ديني، أمر سياسي بغضا لابن الزبير، فأعادها على بناء قريش وبقيت على ذلك. لما أراد الخليفة العباسي أن يعيدها على كما بناها ابن الزبير منعه الإمام مالك وقال لا تصبح الكعبة ألعوبة بيد الأمراء أو بيد الخلفاء، فمنعه من ذلك رحمه الله، فبقيت على ما هي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعيدها على قواعد إبراهيم لكن يخاف من الفتنة، خاف من الفتنة، ولهذا قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأعدت الكعبة على قواعد إبراهيم. هذا من درء المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة. الرسول ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وأقرها على ما هي عليه خوفا من الفتنة، أن يقول محمد هدم الكعبة، محمد فعل كذا وكذا، الأعداء ينفرون ويجعلون المحاسن مساوي، يجعلون المحاسن مساوي. فهذا فيه دليل على ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ما يتعلق بالركنين الشاميين، أنهما ليس على قواعد إبراهيم ولذلك لا يستلمان ولا يقبلان. ولما كان معاوية رضي الله عنه يطوف بالكعبة هو وابن عباس، كان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه إن الرسول لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجور، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية رضي الله عنه صدقت، قال له صدقت. فالحاصل أن الركنان اليمانيان يستلمان لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأما الركنان الشاميان فهما داخل الكعبة، داخل الكعبة قاصران عن قواعد إبراهيم عليه السلام. هذه هي الحكمة. نعم.
أحسن الله إليك. باب التمتع. يكفي. أحسن الله إليك. يقول السائل: نرجو بيان كيفية الإشارة إلى الحجر الأسود بالتفصيل، هل يشير بإصبعه؟ يشير بيده، بيده، يشير بيده، يرفع يده، يرفع يده ويشير إليه ويكبر. نعم. يقول: هل يكون وجهه وجسمه جهة الكعبة؟ يستقبله، نعم، يستقبل الحجر ويكبر ويشير بيده. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الحكمة من التعلق في أستار الكعبة والمشاهد عند زيارة البيت أناس يتعلقون بأستار الكعبة؟ هذا جهل، هذا جهل، جهل منهم. تعلق بأستار الكعبة غير مشروع، إنما يفعله الجهال، يفعله الجهال. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل غسل الكعبة سنويا من السنة؟ نعم، أن طهر بيتي للطائفين، هذا من تطهير البيت من الغبار ومن الأوساخ، غسله وتطييبه والعناية به لا شك أنه من فضائل الأعمال والعناية به. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تعتبر الفاتورة كفاتورة الهاتف ونحوه من الدين الحاضر الذي ينبغي سداده قبل الذهاب للحج؟ والله إن كان ما عنده شيء يغطي تسديد الفواتير والحج يبدي تسديد الفواتير، لأنه دينا عليه بلا شك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل قلب الرداء هل قلب الرداء في صلاة الاستسقاء خاص بالإمام؟ قلب الناس أرديتهم في الحديث، حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فحول الناس أرديتهم، ليس خاصا بالإمام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء علما بأن الغسل ليس على الصفة المشروعة؟ صار ما هو على الصفة المشروعة لا يجزي، أما إن كان على الصفة المشروعة ونوى دخول الوضوء فيه إنه يدخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ورد عند أداء الركعتين خلف المقام أن يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية لما انتهى من الطواف، خرج إلى المقام وقرأ هذه الآية ثم صلى ركعتين، فإذا قرأ الآية هذا سنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما صحة الحديث يأتي هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق؟ نعم، الحديث صححه الحاكم وغيره، حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصححه بعض الأئمة، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، يقدر أنه يجعل الحجر هكذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أيهما أفضل، القرب من الكعبة بدون رمل أم البعد عنها من أجل الرمل؟ البعد عنها من أجل الزحمة أحسن من القرب منها مع الزحمة، أفضل البعد عنها مع الزحمة وتلافيا للزحمة ومخالطة النساء، لا شك أنه أفضل من القرب معها مع الازدحام ومخالطة النساء والتعرض للخطر والإيذاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: وهم يقولون إذا تعارضت فضيلة إتقان العبادة مع فضيلة مكان العبادة فيقدم فضيلة إتقان العبادة، هذه قاعدة، إذا تعارضت فضيلة إتقان العبادة مع فضيلة مكان العبادة فيقدم فضيلة إتقان العبادة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: الاطباع في الطواف هل هو في الأشواط كلها أم في الثلاثة الأولى فقط؟ الاطباع في جميع الطواف، في جميع أشواط الطواف الأول، طواف العمرة أو طواف الإفاضة، في طواف العمرة أو طواف الإفاضة في جميع الأشواط، فإذا انتهى يعيد الرداء على كتفيه، إذا أحرم يجعل الرداء على كتفيه، فإذا وصل إلى البيت وأراد يشرع في الطواف يضطبع، فإذا انتهى من الطواف يعيد
الرداء على كتفيه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل دخول بلال رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم دون أبي بكر وعمر يدل على أفضلية بلال؟ نعم، بلا شك بلال من السابقين الأولين إلى الإسلام، لا شك أنه له فضيلة، لكن ما هو بأفضل من أبي بكر وعمر، لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم خذه معه لأنه هو المؤذن، هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لأجل أن يخدمه أو غير ذلك من نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل للاعتكاف في الحرم مزية وزيادة أجر عن غيره من المساجد؟ لا شك أن القرب من الكعبة والعبادة عند الكعبة أفضل من البعد، وإن كان الاعتكاف يصح في كل المساجد على وجه الأرض، لكن الاعتكاف في الحرم أفضل، ما في شك، قرب من الكعبة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي وأمامي مدفأة أو نار مشبوبة أو جمر؟ هذا يرجع إلى المدفأة، طبيعة المدفأة، هل يقال إنها نار؟ ولا يجوز، يكره كراهية أنك تصلي وأمامك نار، هذا الأصل. هل المدفأة تلحق بالنار أو هي مثل اللمبة؟ لمبة الكهرباء أيضا، المدفأة مثل اللمبة، يولعها التيار، فلا أرى أنها مثل النار، أنا ما أرى أنها مثل. إذا كان يجوز الصلاة وأمامك لمبات للإضاءة، يجوز تصلي وأمامك مدفأة، لأنها مثل لمبات الكهرباء سواء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: دخلت مع الإمام وهو نعم. يصلي، يقول: دخلت مع الإمام نعم. وهو يصلي العشاء الآخرة، وكنت أظنها صلاة المغرب نعم. حتى قام الإمام للرابعة فأدركت أنها صلاة العشاء، وكنت قد نسيت أني صليت المغرب، فما حكم صلاتي العشاء بنية المغرب مع الإمام؟ يجوز أنك تدخل مع الإمام بنية المغرب، لكن إذا قام للرابعة أن تجلس تشهد التشهد الأخير، فإن شئت تسلم وإن شئت تنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه، يجوز هذا، لكن أن تقول أنك دخلت بنية المغرب وبعدين تبين لك أنها العشاء وما أدري وش سويت، وش نويت لما تبين لك أنها العشاء، هل ما زلت على نية المغرب ولا لا؟ إيش يقول؟ يقول: دخلت مع الإمام وهو يصلي العشاء الآخرة نعم، وكنت أظنها صلاة المغرب حتى قام الإمام للرابعة فأدركت أنها صلاة العشاء. يعني الإمام يجمع العشاء مع المغرب، هو اللي جعلك تتوهم، ولا ما يمكن صلاة العشاء في وقتها تتوهم منها المغرب إلا إن كان أنه جمع تقديم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تبطل صلاة الفريضة إذا صليت داخل الكعبة؟ لا، أعد السؤال، هذا ما خلصنا منه. سمي الشيخ. يقول: دخلت مع الإمام وهو يصلي العشاء الآخرة، يعني جامعة مع المغرب يمكن. نعم. وكنت أظنها صلاة المغرب حتى قام الإمام للرابعة فأدركت أنها صلاة العشاء. نعم. وكنت قد نسيت أني صليت المغرب. أحيانا تدخل مع الإمام بنية المغرب وأنت نسيت أنها المغرب، ما أدري وش السؤال هذا. نعم. أحسن الله. نعم. يقول: هل تبطل صلاة الفريضة إذا صليت داخل الكعبة؟ أي نعم، ما تصح داخل الكعبة، لأن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المطلوب في الفريضة استقبال الكعبة، وإذا صليت بداخلها لم تستقبلها، إنما استقبلت بعضها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أصيبت خالتي بمرض وأدخلت المستشفى قبل رمضان. يقول: أصيبت خالتي بمرض نعم، وأدخلت المستشفى قبل رمضان ومكثت حتى توفاها الله بعد رمضان، وصامت 9 أيام فقط من رمضان، الآن ماذا عليها أو على أبنائها؟ ما عليكم شيء ولا على أبنائها شيء، لأنها معذورة، تركت الصيام لأجل المرض وماتت في مرضها ولم تتمكن من القضاء، ليس عليها شيء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل:
من خرج منه المني بشهوة وهو صائم ولكنه كان ناسياً أنه صائم، فما الحكم في ذلك؟ حكم في ذلك أنه يقضي اليوم، إذا خرج منه بشهوة فبطل صيامه، يقضي اليوم هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نمنع، كيف يمنع، يقول كيف يمنع الخوض فيما شجر بين الصحابة، ونرى أن ابن كثير في البداية والنهاية وغيره. إيش؟ يقول كيف يمنع الخوض فيما شجر بين الصحابة، ونرى ابن كثير في البداية والنهاية وغيره وغيره يسرد الذي جرى بشيء من التفصيل. ابن كثير مؤرخ يذكره من أجل رواية التاريخ فقط، ما هو بيذكره من باب تخطئة بعضهم وتصويب بعضهم والتنقص، ماذا، حاشا، ابن كثير ما يقصد هذا، فهو مؤرخ يذكره لأنه مؤرخ، وهذه مهمة المؤرخ. أما أنت وش اللي يدخلك في هذا؟ لست مؤرخا ولا، وش اللي يدخلك في هذا؟ نعم، عافيك الله. يقول: نعم، وما الكف الذي أمر به السلف؟ الكف أنك تسكت، تخلي لسانك بين حنكيك وتسكت، ولا تذكر الصحابة إلا بخير، هذا هو الكف. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أن تقبيل غير الحجر الأسود من البدع والشركيات. اي نعم. فهل هذا من الشرك الأصغر؟ فهل هذا من الشرك أو من وسائل الشرك؟ هذا من الشرك، إذا قبله يرجو بركته، ما هم قبله مجانا، ما هم قبله إلا يرجو أنه ينفع أو يضر، يكون هذا شرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الرافضة في الدولة العبيدية أخذوا الحجر الأسود إلى الأحساء ولم يعيدوه؟ أخذوه القرامطة، القرامطة من الفاطمية باطنية، من الشيعة الباطنية الإسماعيلية، وهم غير الرافضة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يستلم الحجر الأسود في نهاية، يقول هل يستلم الحجر الأسود في نهاية الشوط الأخير من الطواف وكذا بعد صلاة ركعتي الطواف؟ نعم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استلمه في بداية الطواف وفي نهايته، وبعد ما صلى خلف مقام إبراهيم قبل أن يذهب للسعي رجع واستلم الحجر. لكن هذا يشق على الناس اليوم، هذا يشق على الناس اليوم، فيكفي الحمد لله أنه يستلمه أو يشير إليه في الطواف فقط. وأما إذا صلى الركعتين وأراد السعي يروح ويسعى بلا أنه يرجع مع الزحمات ومع نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان الرجل معه نساء هل يرملن معه؟ هل إيش؟ لا، النساء ما ترمل، نساء ضعيفات، النساء ما ترمل، ولا المريض، الرجل المريض أو كبير السن اللي ما يقدر ما يرمل، للأقوياء فقط. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من أين يبدأ الرمل وأين ينتهي؟ أرجو التوضيح. يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالركن اليماني، بالركن اليماني، ويمشي بين الركنين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من طاف راكبا لغير حاجة هل طوافه صحيح؟ نعم، طواف صحيح، لو ركب من غير حاجة طوافه صحيح، ولو طاف سعى في الدور الثاني من المسعى سعيه صحيح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في هذا اليوم بعد صلاة الاستسقاء قام بعض المصلين يصلون صلاة الضحى، والسؤال: هل صلاة الاستسقاء تكفي عن صلاة الضحى؟ لا، صلاة الاستسقاء للاستسقاء، صلاة الضحى في مكانها، ولكن لا ينبغي أنهم يصلون بعد صلاة الاستسقاء، يصلونها إذا خرجوا في بيوتهم أو في مكاتبهم، لئلا مثلاً يغر الناس ويقولون هذا من الاستسقاء وهذا، ويصير سنة فيما بعد، يتجنبون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في العيد، والاستسقاء مثل العيد، مثل صلاة العيد، في قالوا حكمها في موضعها ومكانها كعيد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في صدقة الماء التي توزع في المقابر
عند دفن الموتى هل فيها محظور شرعي؟ والله أنا ما أرى توزيع عند المقابر، لا ماء ولا لحم ولا أي شيء، ما يحدث شيء ما كان السلف يفعلونه، هذا يفتح الباب إلى التوسع وإلى إدخال البدع. نعم، ولا هم بالناس هلسين منظمة إلا منهم طلعوا ودفنوا الميت يروحون يشربون من بيوتهم ولا من البرادات، ما عمر تصير الناس ماتوا ضمى بالمقبرة أبد. نعم.